هنا اروح لازم وبالضروره لسياده النائبه نشوى دي باعتبارها انها التي قدمت هذا المشروع، ان انا بشوف ان المشروع شديد الاهميه اصلا. هل المشروع قايم على الولايه المطلقه؟ الاول عايزه افرق ما بين قانون الاحوال الشخصيه واللي صدر من 102 سنه او 103 سنه، والمرسوم الذي صدر برقم 119 لسنه 1952، وده خاص بالولايه على المال، وده موضوع البيان اللي صدر عن رئاسه الوزراء. وقانون الاحوال الشخصيه ده شامل كل حاجه، شامل الولايه المشتركه، وفي كلمه واحده الولاية المشتركة بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، مشتركة خلاص انتهى. كل أنواع الولايات بقى، المالية، على النفس، التعليمية، كل شيء هي ولاية مشتركة. إذا غاب أحد الطرفين الطرف الثاني هو اللي يقوم بالحكاية، بس مش محتاجة قانون. لكن بالفعل في مرسوم صدر سنة 52، وده اللي من شأنه صدر البيان. ولهذا احنا بنقول التعديلات التي يجب ان تتم فيه، اول ماده بتقول ايه؟ بتقول ان الولايه على المال، اذا الولايه اصلا الولايه ولايه على النفس، ولايه على المال، الاثنين بيبقى خاضعين لمين؟ للاب والام، لما يكونوا هما الاثنين متجوزين. بعد ما بيتوفى الاب بتنقسم الولايه دي لحاجه اسمها ولايه على النفس، ولايه على المال. ولاية على النفس بتروح للحاضنة، كويس، اللي هي الأم. أما الولاية على المال لا، فتروح للجد، ده القانون بيقول كده، تروح للجد مش للأم. وتفضل بقى الأم تشحت من الجد، والجد هو اللي يبقى مسيطر. الجد بينه وبين الأولاد مش فاهم، الله أعلم علاقته شكلها إزاي، وتفضل الأم في المحاكم وغيره وغيره. كويس. الأب كمان له إن هو يوصي بأي حد من العيلة أو غير العيلة، يعني في ده بقدم على إن يجي الجد رقم واحد. الأم بتيجي بعد الجد، وممكن كمان يطعن فيها فيقودها العم اللي هو شقيق الأب، وبالتالي تفضل الدايرة والطحنة للأم وللأولاد في إنهم يحصلوا على أموالهم اللي هو ميراثهم من الوالد. يجي بعد كده ايه في القانون نفسه؟ يقول لك ممنوع التصرف في اكتر من 300 جنيه بما يساوي، مش بما يساوي، 300 جنيه اللي هو عقار او منزل او محل يساوي 300 جنيه. 300 جنيه في 52 يجيبوا دلوقتي 2 مليون وشويه. 2 مليون وشويه. طيب احنا لسه لغايه دلوقتي ماشيين بال 300 جنيه. لو عايزه اي شيء الزوجه او الاولاد، لو عايزين يشتروا عربيه لازم يقدموا للنيابه علشان النيابه تسمح لهم بان يشتروا عربيه او ما يشتروش. لو يشتروا لبس العيد على راي اي شيء، اي شيء لازم يرجعوا وهم وحظهم بقى، ان الشخص اللي هيقول لهم اتفضلوا اعملوا كده او ما تعملوش، كل واحد وهواه، وكل واحد بيقيس على ذاته وعلى ثقافته، معلش برضه على حالة الاقتصادية بتاعته، وعلى ازاي عاش، وازاي هو رجل، يعني اذا كان ست او رجل هو شخصيته شكلها ازاي، كل ده بيقيس عليه. وبالتالي بيضيع حق الاطفال في فلوسهم، زيد من الشعر بيت. ان كمان ممنوع يستثمر اي حد، اي وصي يستثمر اموال الموصى عليه. طيب انا كان معايا مليون جنيه زمان، كويس، زمان يساوي ايه دلوقتي؟ كان معانا 10 جنيه زمان، دلوقتي يساوي ايه؟ ال 300 دولت اللي هم كانوا بيتكلموا عنهم يساوي 2 مليون دلوقتي. طب ما فضلت الفلوس زي ما هي بقيمتها، ضاعت قيمتها، ضاعت واختل الميزان، بدل ما هم كانوا في يوم من الايام عندهم ما بقوش عندهم.